السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعلم ازاي نستخدم برنامج لوجو سوفت كومفورت فيرجن 7، وهنتعلم ازاي نوصل موتور بطريقة كويسة. نفتح البرنامج، نعمل نيو فايل ونسمي البرنامج موتور. نحول من function block diagram إلى ladder. أول حاجة ناخد make contact normally close ونسميه i1. ناخد كمان make contact نسميه overload، نخليه أحسن break، نخليه break i1 وبريك الاوفرلود i2، وبعد كده ميك الستارت i3، وبعد كده ريلي كويل كيو نوصل ما بينهم. تمام، نسمي كل i الأولانية اسمها ستوب. هاي التانية اوفرلود. هاي التالتة ستارت. لو وصلنا كده، لو عملنا سيميليشن يجي موصل ده عشان هو سويتش، نخليه بدل سويتش نخليه بوش بوتون. بوش بوتون نسمي، نقول ايه i3، بنحط ايدينا اون، نسيب ايدينا اوف. طيب لازم لنا ايه؟ ريشة مساعدة للكيو عشان تستعملاتش. ناخد ميك كونتاكت وناخد نقطة مساعدة من الكيو ونوصل الكويل. دلوقتي اللي عملنا سيميليشن تصغر i3، الدايرة شغالة. لكن الدائرة دي برغم انها شغالة لكنها تفتقر الى بعض المزايا المهمة. اول حاجة ان لو الكونتاكتور الكويل بتاعه اتحرق هيكون شغال عندي، بس هو مش شغال في الحقيقة. تاني حاجة مش هبقى فيه اثر للحالة دي. تمام، عشان كده الطريقة دي مش الطريقة الصح. الطريقة الصح ان ناخد فيدباك مش من الكويل، ناخد فيدباك حقيقي من الكونتاكتور. يعني معنى ايه الكلام ده؟ معناه اني ادي الكونتاكتور اهو، الكونتاكتور فيه 3 فيز بتاعت الباور، وفي نقطة مساعدة زيادة هنا. الكونتاكتور ما بيجي لقط بيوصل الثلاث نقط، بيوصل النقطة دي معاه. فلو خدت النقطة دي كـ auxiliary contact هتبقى كأنها فيدباك للكونتاكتور انه تم تلقيته بالفعل. تمام، اذا اروح اخد ايه، شايل البتاعة دي واحط مكانها ميك i4. دي اسمها ايه؟ اسمها اسميها فيدباك. تمام، هذا وصل بالسيميليشن، هوصل مش هيحصل حاجة. لكن لو عملت كده كأني وصلت، يعني لأن الفيدباك صعب أجيبه في برنامج السيميليشن، هشيل إيدي مش هتيجي. طيب عشان في طريقة أحسن من دي،
هو دي الحقيقة هتشتغل، لأن الفيدباك هيجي بالفعل من الكونتاكتور وهيعمل تفصيل كسيلف هولد يعني. لكن في طريقة أحسن من دي، إن أنا أعمل إيه؟ أشيل الكونتاكت ده واخد الكيو 4 دي أحطها هنا وأعمل كونديشن من الريلي إنه شغال ككونتاكت. آخد كيو ون ككونتاكت. كده عملت حاجة غلط. آخد كونتاكت كيو ون، تمام. دي بقت كونديشن ان الريلي اشتغل. طيب لو خدت تايمر معاها ووصلته كده اهو، لو قلت ان الاكزولير كونتاكت فشل انه يجي في زمن مقداره 3 ثواني مثلا، هظبط 3 ثواني اهو، حط 3 ثواني، نخليه 5 ثواني عشان ايه لاحظ العمل بتاعي. مجرد بعمل سيميليشن بجرب i3 بيشتغل، بس الفيدباك مش هلحق اجيبه. طيب اعمل طريقة احسن من دي، اخد الريلي ده اخليه نورمال كلوز، خلي i4 نورمال كلوز i4، تمام. بعد تسميته من تاني ووصل، تمام. واخد هنا كونتاكت من الكيو، مش احنا قلنا قبل كده الكيو تبقى غلط؟ يعني انا عايز اصبر شوية لحد ما اعرف الموضوع يمشي ازاي. ادي كيو اوصلها، تمام. حاجة اوصل، اعمل سيميليشن اوصل، اقول i3 واسيب ايدي السيلف هولد عن طريق زر كونتاكت وصل. طيب هنا الفيدباك، المفروض الفيدباك التايمر عدى 5 ثواني الفيدباك مجاش. طب انا ممكن اعمل حاجة حلوة، اروح واخد اخد النقطة المساعدة بتاعة التايمر احطها على سيلف هولد او لاتش او ار اس. هنا طب ار اس، ار اس بتاعتي اسمها ريلي لاتشنج ريلي، واخد نقطة مساعدة من التايمر نورمال اوبن، احط نورمال اوبن التايمر اسميها، هي مسمية اصلا طيب. دلوقتي اعمل سيميليشن برضو، السيميليشن جه مجرد ما وصلت ده غلط، اها i3 q1 ازاي بقى؟ دي حتة فيها غلط. لو وصلت دي كده بصر S3 واسيب I2 هتفصل I1 هتفصل،
لما جرب اي 3 التايمر هيبدأ يعد، التايمر هيعد بعد 5 ثواني هيعمل السيلف هولد. السيلف هولد انا ممكن استخدمه احطه على ماركر ازاي؟ واخد كونتاكت من اس اف 2 اللي هي ميك اس اف 2 وحطه على ام ريلي داخلي مش بيوصل للخارج. ام 1 ماركر او فلاج هوصله هنا اهو، واروح قاطع دي وحط الام نورمال كلوز في طريق الكويل بي 1 ام 1 دلوقتي لو انا وصلت انفصل هنا لو وصلت اي 3 هيفصل معايا. دلوقتي لو فشل صاحبنا ده في انه يجيب في 5 ثواني هيفصل الموتور. طب تمام ده كويس جدا. لو الفيدباك فشل انه يجي في ظرف 5 ثواني هيفصل سكة الكيو 1 وهيفصل الموتور. تمام. طب انا ممكن اخد دي على رسالة الاوتسايد وورلد ازاي؟ هاخد اس اف 2 اس اف 2 كنورمال اوبن اس اف 2 كنورمال اوبن واحطه على مسج واسمي المسج ام 1 ام 1 فولت فولت وصل. اعمل سيميليشن تاني اوصل اي 3 وصل معايا. احاول اجيب الفيدباك اي 4 لا اتاخر شويه فنزل الفولت. تمام اعملها من تاني عشان اشوف. تمام اعملها من تاني مش عارف اعملها من تاني. تعرف ليه؟ لان السيرفو هولد ده حصل له لاتش فيضطر يفصل الكهرباء يحط كونتاكت تام ريسيت. طيب واخد الاي اخد اي جديده تام ريسيت نسميها اي 5 اوصلها بريسبت السيلف او اللاتش. اعمل من تاني اعمل ستارت. دلوقتي هيعد التايمر 5 ثواني لو ما جاش الفيدباك هيحصل فولت. تمام حصل الفولت. طيب الفولت ده ما اعرفش اشيله عن طريق اي 5 شيلته. تمام أبدأ من تاني والفيدباك وصل مش هيحصل فولت لأن الفيدباك جه قبل ال5 ثواني ما عدوا والطريقة دي الموتور اشتغل ومبقاش عنده فيدباك. هل الكيو دي بتأثر في حاجة؟ لأ مبتأثرش في حاجة. ليه؟ لأن الإم هنا هي اللي بتعمل مراقبة عن طريق الفيدباك اللي جاي من الكونتاكتور. طيب ممكن اعمل حاجه كمان حلوه اخد نورمالي اخد
كونتاكتي من الـ I2 بس نورمال أوبن، وأعمل بيه رسالة على الـ أخليها تطلع على اللوجو 2D، اللوجو TD أو اللوجو LCD صغيرة من على الوحدة الرئيسية أو على اللوجو تي دي اللي هي الشاشة، تظهر رسالة بإني حصل أوفرلود. إزاي أخد نورمالي أوبن أي تو اللي أنا مسميها أوفرلود، هي جت أوفرلود، وأعمل مسج وأوصل هنا وأسمي الرسالة دي موتور 1 اوفر لود. نجرب سيميليشن للبرنامج، هبدأ ستارت بـ i3 تمام، الفيدباك وصل، ما حصلش فولت بس وانا شغال حصل اوفرلود، بظهر الاوفرلود معايا. طيب راح الاوفرلود بس نتيجة مثلا ان الموتور كان متزلجل جدا فراح بوظ الكونتاكتور، وريشة المساعدة هي كمان راح فصلت، هتظهر ايه رسالة تانية اني مش هتظهر رسالة. ليه؟ لأن الموتور نفسه فصل. نبدأ من تاني، قول i3 الموتور اشتغل، حصل overload، حصل feedback، حصل feedback فمفيش أي مشكلة، حصل overload اللي هي i2 أجاب الأوفرلود، الأوفرلود راح. دلوقتي ممكن اعمل ستارت من تاني والفيدباك اصلا عندي تمام، الفيدباك فصل نتيجة الكونتاكتور حصل له مشكلة، هجيب الرسالة على 5 ثواني اهي اني في فولت على الموتور، والطريقة دي نكون عملنا كنترول مظبوط على الموتور. ممكن نحط اي كونديشن للانترلوك في الطريق بتاع الريلي، الطريق بتاع الريلي ممكن احط اي انترلوك انا عايزه ويفضل شغال معايا نفس الطريقة. ماشي، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.